أبطال أكتوبر. موريس عزيز غالي هو آخر من غادر ساحة المعركة، فقد أصر ألا يترك ساحة القتال إلا مع آخر دفعة من المحاربين. إنه اللواء أركان حرب موريس عزيز غالي، شقيق الفريق فؤاد عزيز غالي محرر القنطرة، ليشاء القدر أن يخرج من بيت مصري واحد اثنان من أبطال النصر. وموريس غالي رجل صعيدي، نشأ في محافظة المنيا لأب يعمل مديراً في بنك التسليف، تمنى أن يلتحق نجله بالقوات المسلحة، وهو ما حدث بالفعل. وهب موريس غالي حياته لوطنه، وخاض العديد من الحروب في سبيله، فشارك في حرب اليمن عام 1962، ثم حرب 1967، وحين تم استدعاؤه قبل أيام من حرب أكتوبر 73، ذهب على الفور ليؤدي واجبه، ولم تعلم أسرته ما حدث له على مدار شهور، وأرقهم القلق عليه، حتى جاءهم صوته عبر الهاتف بعد قرابة 3 شهور من الحرب، وأخبرهم أنه سيعود خلال أيام. وبعد أن توقفت المعارك تماماً، وتحديداً في فبراير عام 1974، عاد موريس إلى بيته، فحصل على نوط الجمهورية العسكرية من الدرجة الأولى، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط الواجب، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط التدريب من الطبقة الأولى. وظل اللواء موريس عزيز غالي يروي لأسرته وأصحابه حكايات الحرب في كل عام مع ذكرى النصر. وحين شعر أن أجله قد اقترب، طلب أن توضع حوله الأنواط العسكرية التي حصل عليها، ليلقي عليها نظرة وداع قبل أن يذهب للقاء ربه.